شيرين عبد الوهاب، كل ما بتختفي شوية بتظهر بحادثة جديدة، حكايات 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 حياتها، الحكايات بتطاردها من علاقاتها الشخصية، من زلات لسانها لما بتطلع في الحفلات اللي بتقوله، لأزمتها في دبي لما قالت إنها هتقاضي الشركة المنظمة لحفلتها في إبريل اللي فات بعد ما وقعت على خشبة المسرح. النهاردة بقى في حكاية جديدة بطلتها برضو شيرين عبد الوهاب، اللي قالت إنها تقدمت للنائب العام ببلاغ ضد شخص بتتهمه إنه سرق قنواتها وصفحاتها الرسمية على كل وسائل التواصل الاجتماعي وقناتها على يوتيوب من غير ما تعرف، ونشر أغانيها على المواقع والصفحات دي واستولى على كل العوائد اللي جت منها. البلاغ فجر مفاجأة، وهي إن الشخص ده سبق وصدر ضده حكم قبل كده بالتعويض لأنه نشر أغاني تخص تعاقد شيرين عبد الوهاب مع شركة من الشركات. مش بس كده، ده كمان اتعاقد مع شركة أنغامي ونشر أغاني لشيرين منها أغنية بحلف لك والقماص من غير ما هي توافق، اتفاقات بقى مع منصات ومع مواقع. شيرين عبد الوهاب بتقول في بلاغها: أنا مش عارفة أتحكم في قنواتي على اليوتيوب ولا أنشر أغاني، وإن الشخص اللي أنا بتهمه هو مستولي على كل الإيرادات بتاعت أغانيها وشغل يعني هذه المنصات لنفسه. عايزه اقول لكم ان المشكله دي ما تخصش شيرين عبد الوهاب لوحدها، لا، في شخصيات عامه، في فنانين، في انفلونسرز، في قنوات فضائيه كمان وقعت في فخ سرقه حقوقها من اللي بيديروا حساباتهم وصفحاتهم وقنواتهم. واعتقد ده موضوع مهم جدا محتاج يبقى فيه القانون حاسم وحازم. طيب، معانا على التليفون حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب. استاذ حسام، اهلا بحضرتك معانا في مصر الجديده. ايه تفاصيل البلاغ وايه الحكايه؟ وطبعا طمنا على شيرين. ببساطه شديده جدا، الفنانه شيرين الحقيقه دايما مستهدفه نتيجه انها مشهوره لاقوال كثيره جدا ودعايات، منها حضرتك جزء طرحتيه انه دايما بيقال ان هي دايما عندما تطالب بحق او تعلن عن كلمه بعفويه انها وراها اسباب، ونبدا نتكلم عن الاسباب والمسببات ونشغل الناس بكلام ملوش اساس. فنانة شيرين ملتزمه جدا، عندما تبرم عقد تؤديه، عندما تؤدي حفل لازم تبقى حريصه جدا ان الامكانيات الفنيه في الحفله تكون على المستوى المطلوب عشان جمهورها يسعد بصوتها بصوره طبيعيه وهي ما تتعرضش للاصابه والخطا. كل انها بتتسامح بعد ما بيجي اعتذار مكتوب، ده مش حاجه بتسيء اليها، ده بالعكس بيعبر عن انسانه تتميز بالطيبه اللي بيتميز بيها كثير من سكان اهل المحروسه. فيما يتعلق بانها وثقت في شخص واعتبرته رجل يشتغل مدير اعمالها فتره، للاسف قف الشركه مع اخر ونقل ملكيه الحسابات الالكترونيه بتاعتها كلها ومواقعها المعلوماتيه، وبيستاثر بالعائدات وتسبب في مشكله بينها وبين شركه روتانا، لانه بقى ياخد الاغاني يحطها على المواقع وكتسريب. واتهمت الفنانه شيرين بانها بقى خلت بعدها مع روتانا رغم انها هي ضحيه. الفنانه شيرين تقدمت ببلاغ للنائب العام وجابت السجل التجاري لهذه الشركه اللي تهربوا وغيروا مكانهم اكثر من مره، والان هذه الواقعه محل تحقيق، وان شاء الله هينتهي الامر بانه ده جريمه خاضعه لقانون الجرائم المعلوماتيه. خسرت قد ايه؟ يصل فيها الحبس الى 3 سنوات. 3 سنين الغرامه والتعويض. هو الغرامه والتعويض هيعوض اللي هي خسرته؟ طبعا. خسرت قد ايه؟ اللي قبضوها هتستردها. خسرت قد ايه تقريبا؟ ثابته من مواقع التواصل الاجتماعي. تقريبا خسرت قد ايه؟ ايه المبالغ دي؟ لا، مبالغ ضخمه. انت يكفي ان تتفرجي على اي اغنيه تلاقي ان شيرين بعد 3 4 ايام بيبقى حوالي 8 مليون شافوها، 9 مليون، 10 مليون. انت بتتكلمي لو كل واحد دافع جنيه، تصوري كل اغنيه حصل منها كام؟ تعدي المليون دولار يعني؟ نعم، تعدي المليون دولار؟ اكيد يا فندم، اكيد. اشكر حضرتك. هتحسب ساعتها وهتسترد حقها. وللاسف هي الان في دعواها ضد روتانا بتدافع عن نفسها وبتثبت هذا الكلام، وادخلت هذه الشركه، والشركه تهربت من المسؤول امام القضاء لانها هي التي قامت بالتسريب وليس هي. نعم، اشكرك استاذ حسام لطفي، محامي شيرين عبد الوهاب.